كل ما بتكون بشرتنا صافية وصحية كل ما جمالنا بيبان أكتر، عشان كده من أكتر الحاجات اللي بنهتم بيها هي جمال بشرتنا. ومش بس جمال البشرة هو اللي بيظهر جمالنا وثقتنا في نفسنا، كمان جسمنا. كل ما وزننا يبقى مظبوط أكتر ومفيش أي مشكلة كل ما جمالنا يبان أكتر. النهاردة في فقرتنا هنجاوب على أسئلة حضراتكم اللي بعتوها لنا الخاصة بالبشرة وبالجسم، وهنعرف إزاي نقدر نحافظ على بشرتنا وإزاي كمان نقدر نحافظ على وزننا مع الدكتور خالد عبد العزيز، ماجستير النباتات الطبية كلية الصيدلة، دبلوم التغذية والتخسيس من الجامعة الأمريكية، عضو الجمعية الكندية لأمراض السمنة. دكتور اهلا بيك وكل سنه وحضرتك بألف خير. اهلا بيك وكل سنه طيبه. يعني ناس كتير بقى في بدايه السنه وهم داخلين على السنه الجديده، ويعني بيبقى في تجمعات عائليه واصدقاء مع بعض، وكله بيبقى عايز بشرته تبقى كويسه وشكله صحيح. يبقى لطيف وجسمه يبقى كويس، وده مش بس في بدايه السنه، ده المفروض انه يبقى طول السنه. خليني اقول لحضرتك الاسئله اللي جات لنا، لان الحقيقه في اسئله كتيره قوي موجوده معانا خاصه بالبشرة وبجمال البشرة وبمشاكل البشرة. أول سؤال اللي موجود معانا النهاردة هي بتقول عندها 21 سنة وعندها خطوط رفيعة وتجاعيد بتظهر في وشها، والمشكلة دي ممكن تكون مضايقاها جدا، يعني جربت حاجات كتير قوي لكن مع الأسف ما فيش حاجة جايبة نتيجة. بص، هو السؤال ده شائع قوي وناس كتيرة جدا بتسأل عليه، بس كان زمان كان دايما السؤال ده بيجي من السن فوق ال 35. طبعا عوامل البيئة والأتربة والتلوث، كمان أشعة الشمس الضارة، كل ده أثر بإن نشوف في السن الصغير كمان ابتدى يظهر خطوط بيضاء. طيب السؤال ده لأنه اتكرر كتير قوي، فأنا كنت حابب النهاردة في حلقتنا إن احنا يبقى ما نقولش كلام نظري، نقول كمان كلام عملي. تعال نروح لليابان. في اليابان هناك اتعملت أبحاث كتيرة جدا عن حاجة اسمها كوجيك أسيد. الكوجيك أسيد ده بيمنع تكون حاجة اسمها تريبسين. لما بيمنع تكونه في الحالة ديت، أنا اديت للبشرة بتاعتي، اديت لها النضاره واديت لها كمان عدم ظهور الخطوط البيضاء، مش هتظهر اصلا من الاساس. طيب خلينا نترجم ده بشكل عملي علشان برضو كل الساده المشاهدين اللي بيشاهدونا. النهارده بقى موجود في مصر كريم مسجل في وزاره الصحه، كريم مكوناته كلها من الطبيعه، ما فيهاش اي نوع من انواع الكيماويات، علشان ناس كتيره جدا بشرتها حساسه، لما بيجي يتحط عليها اي حاجه كيميكالز من الحاجات الكوسموتكس او مصاعد التجميل بتعمل مشكله كبيره وحساسيه واحمرار في الوش ده حقيقي وحروق وحاجات كده. ده حقيقي، فاحنا مش عايزين نعالي حاجه بحاجه. خلينا نشوف اول في بدايتنا النهارده في الحلقه ده الكريم اللي كنا بنتكلم عليه دلوقتي، كريم الغسول، معلش اسمه ايبافيد. الغسول ده هنبتدي بيه ان اول حاجه في مكوناته في الكوجيك اسيد. فالنهارده انا اديت للبشره بتاعتنا، اديت لها حفاظ من ظهور العلامات التجاعيد. يعني ده غسول للبشرة؟ ده غسول للبشرة اللي هو زي المية بالظبط. احنا ممكن نستخدمه في أربع استخدامات للبشرة. أول حاجة هنستخدمه كغسول، والغسول طبعا بنحطه من دقيقة لدقيقتين على بشرتنا، وبعد كده نبتدي نغسله بمية فترة كده. احنا استخدمناه أول استخدام ليه اللي هو الغسول. طب تاني استخدام ليه هنستخدمه كسكراب. طبعا احنا النهاردة بشرتنا من على مدار اليوم بتاعنا بتكون عليها خلايا ميتة كتير، وفي نفس الوقت كمان بتبتدي من خلال التلوث اللي احنا بنتعرض ليه في بعض الاشياء الصلبه الصغيره اللي ممكن احنا اللي احنا في ما البدايه بنشوفهاش. ما نشوفهاش بتبقى موجوده كمان على بشرتنا. فممكن نستخدمه كاسكراب ان احنا بنحطه على وشنا ونبتدي ندعك بحركه دائريه على البشره، طبعا بلطف، مش ليفه هي هنقعد ندعك جامد كده، لا بلطف، وبعد كده نبتدي نغسل وشنا بالايد عادي كده ولا بالكوتون بتاع الميك اب؟ ممكن يا الكوتون او لو ايدينا نظيفه بنبتدي ان احنا بحركه دائريه كده بنحرك باطراف ايدينا عليه. هو تقريبا هو ده اللي موجود معانا بالظبط، ده الايبافيد. الحاجه الثالثه كمان اللي ممكن نستخدمها كقناع ان احنا بنبتدي نحطه على البشره ونسيبه من 20 ل 30 دقيقه على بشرتنا، ده الاستخدام الثالث ليه. جميع الخلايا الميته اللي على بشرتنا من خلال القناع دوت بيبتدي انها تزال تماما. طب انا هسالك سؤال خاص بالموضوع ده ماشي. لان انا في شويه حاجات بتبقى قلقاني انا شخصيا يعني ماشي. في بعض المنتجات اللي ممكن تكون بتظهر بتدي نفس النتيجه بس بتعمل حاجه سيئه جدا جدا جدا، يعني لفتره معينه بتدي تقشير في البشره، يعني تحس ان البشره مليانه قشر كده وشكلها مش لطيف خالص. ده حقيقي، لان هي بتبقى عليها كيماويات وبتبتدي انها تاثر على خلايا البشره الطبقه الاولانيه من البشره، فبتدي التقشير بيبتدي يعمل لك زي قشره بيضه خفيفه. هو ده الخطوط بالظبط في التجاعيد. احنا شفنا تاثيرها ده قبل وبعد،
اللي هيبقى على ايدينا الشمال ده قبل استخدام الايبافيد، وبعد الناحيه الثانيه ده بعد الاستخدام. طب احنا هنستخدمه قد ايه؟ هل هي مره مرتين ثلاثه؟ لسه هقول لك، يعني النتيجه دي اللي قدامنا بعد قد ايه تظهر؟ النتيجه دي بتظهر بعد 6 اسابيع، استخدامنا لست اسابيع. ست اسابيع ان شاء الله. يوميا مصر. بقى يعني ولا ايه؟ يوميا الغسول بنستخدمه يوميا، كل يوم الصبح اول ما بنصحى، وبالليل لما بنيجي ننام. لو احنا هنستخدم طريقه الغسول، لو هنعمله قناع ممكن نعمله مره في الاسبوع. وفي الحالتين 6 اسابيع هيجيبوا النتيجه دي؟ 6 اسابيع هيجيبوا النتيجه دي. اوكي. الحاجه المهمه جدا كمان دلوقتي اللي كتير جدا من البنات والسيدات بيعانوا منها، موضوع ان بشرتهم بتغمق، فتلاقي لون البشره لون والجسم الداخلي لون تاني، ودي بتبقى منظر غير محبب بالنسبه للسيدات. فكان يهمنا كمان ان في الايفافينت ان هو يكون بيفتح البشره. فده موجود برضو في الغسول. احنا لو شفنا المكونات، يعني عايزين برضو الشاشه تجيبنا على المكونات. تقلي صعبه برضو مكتوبه هتيجي. طيب هي من ضمن المكونات كمان اللي موجوده فيه، في فيتامين سي وفيتامين بي. فيتامين سي طبعا معروف تاثيره على البشره ان هو بيديها انتعاشه، وفي نفس الوقت كمان فيتامين سي بيعمل ريجينريشن للخلايا بتاعه بشرتنا انها تتجدد. موضوع تجدد الخلايا للاسف ناس كتيره جدا بتهمله، ان انا لازم فعلا بشرتي ابتدي اجدد الخلايا بتاعتها، لان بتبقى في خلايا كتير ميته بتاثر على تغذيه الخلايا الحيه. فانا النهارده لما هجدد البشره بتاعتي انا كده استفدت 4 حاجات، خلينا نقولهم مع بعض. اول حاجه ان انا تخلصت من ظهور التجاعيد، دي هتبقى رقم واحد معانا النهارده، مش هيبقى فيه تجاعيد، فنقدر ان احنا بكل امان وبكل ثقه نبتدي نظهر حتى في مناسباتنا زي ما انت قلتي، او حتى انا لما هشوف نفسي في المرايه اكتر حاجه هتزعجني هي ظهور التجاعيد. طبعا طبعا. بالظبط. الحاجه الثانيه ان انا وشي يبقى منور. مش معقول اكون داخل على حد وانا حاسس مطفية. ان انا مطفي. بالعكس، النهارده انا في ايدي ان انا اكون وشي منور في اي حته انا بظهر فيها. كمان بتدي ثقه للبني ادم وتدي له كده روح حلوه انه لا بشرته صافيه وكويسه، وثقه بالنفس طبعا. صحيح. كمان من الحاجات المهمه جدا كمان انا تخلصت من كل الخلايا الميته اللي موجوده عندي. فالنهارده بشرتي هيبقى على طول الخلايا بتاعتها متجدده وكمان نظيفه. اخر حاجه بقى معانا في حاجه في الرابعه اللي هي في الايفافيد، اللي هي تفتيح البشره. انا بشرتي هتبقى واخده نفس اللون بتاع جسمي. من غير تقشير. من غير تقشير. انا بقشر التقشير الخفيف. مش التقشير الكيماوي. اللي هو بلاقي بعديها بشرتي محمره، او بلاقي بعديها بشرتي ابتدى يسر فيها خلايا، كأني او قشره بيضاء او جروح. كل حاجه ربنا سبحانه وتعالى خلقنا لو خدناها بالميزان بتاعها هنوصل للحاجه الطبيعيه اللي احنا محتاجينها. تمام. عندها 30 سنه وعلى طول بيظهر لها بقع غامقه وهالات سوداء، ممكن تعمل ايه؟ برضو سن صغير يعني 21 و30 سنه، يعني بيبقى صعب قوي ان الحاجات دي تظهر في وقت بدري قوي كده. انت سؤالك حلو جدا، وهو مكون للسؤال الاولاني اللي انت سالتيه. بعد الغسول بالتبعيه لازم هنبقى محتاجين كريم. طبعا احنا النهارده لما بنتكلم لازم نقول يا جماعه ما ينفعش ان انا اغسل بشرتي واسيبها كده متعريه للهواء، لازم احط لها كريم. الكريم هيعمل لي ايه؟ هيرطب لي البشره، في نفس الوقت هبتدي ان انا افتح لي البشره بتاعتي. كمان النهارده تاثير لحاجه اول مره النهارده تكون في مصر وتكون موجوده في كريم التيتانيوم. وده من كريم التفتيح ميلا. احنا بعد ما غسلنا الغسول هنبتدي نحط كريم التفتيح ميلا، وفي عنصر التيتانيوم. التيتانيوم دوت كل الابحاث العالميه اللي اتعملت عليه ان هو بيخش على البشره يديها درجه افتح من البشره بتاعتها. فبالتالي النهارده انا لو بشرتي غامقه وبشرتي ابتدى حاسس فيها ان في ابتدى جسمي فيه لونين، هبتدي بعد الغسول احط كريم ميلا. ده الكريم اهو. السؤال برضو اللي هتسالوه لي، النتيجه هتظهر يا دكتور بعد قد ايه؟ كله بيدور النهارده على النتيجه. طبعا وكله عايز النتيجه وقتيه، يعني احط واشيل الاقي واحد نفسي واحده ثانيه. صحيح. طيب موضوع التاثير هيبان بعد قد ايه؟ على حسب نوع بشرتك وعلى حسب انت درجه الغمقان بتاعت بشرتك هتوصل لغايه فين. ناس بتهمل بتقعد فتره طويله مهمله في نفسها وبعد كده بتفاجئ بالمشكله. مبدئيا انت بتظهر النتيجه المبدئيه ليه في خلال 6 اسابيع. يعني 6 اسابيع من الاستخدام اليومي لكريم ميلا. يعني هما الاثنين تقريبا زي بعض. ما هو الاثنين متوازين مع بعض، انا هغسل بالغسول اللي هو الايبافيد وبعد كده هكمل عليه بالكريم ميلا. تمام. هننقل على حاجه ثانيه خاصه بالتجميل برضو، بس مش في البشره، هنا في الوزن. بتقول وزنها 96 كيلو، عندها انيميا،
هل لو خدت الالياف جسمها يعني هيستفاد بالعناصر الغذائيه اللي فيه ده، ولا عشان الانيميا مش هيجيب نتيجه معاها؟ طيب هي كده كده الانيميا لازم هتاخد حديد، ده عنصر اساسي ليها جدا بالنسبه لانقاص الوزن. فالالياف الفايبرز عالميا هي نمبر 1 النهارده لما بنيجي نقول تخسيس. وخليني بالمناسبه النهارده نرفع يعني شعار او حمله بنكون خلال برنامجك النهارده، يا جماعه اللي بيسمعونا وبيتفرجوا علينا ارحمونا من انظمه التغذيه القاسيه، لانها في النهايه هم بيحرموا نفسهم من كل حاجه. بالظبط. وبعدين يرجعوا بعد كده بقى يبقى عندهم شهيه مفتوحه يعني وعايزين ياكلوا كل حاجه. يوميا بيجي لي حالات من الناس اللي بياخدوا نظام رجيم قاسي وبنتفاجئ بعد كده عندهم مشاكل في الضغط، عندهم مشاكل في القلب، عندهم مشاكل في الكبد، مشاكل كثيره جدا وامراض كثيره جدا نتيجه النظام الغذائي القاسي. ما تفرحش بالنتيجه بتاعت اول اسبوع. شوف اللي بعد كده التبعيات بتاعته. طيب الفايبرز هتنزل وزني؟ هتنزل وزن، بس انا بديك حاجه متوازنه اللي هي اولا هتسد الجوع بتاعك فانت هتفضل شبعان. هي نفسها الفايبرز عباره عن الياف نباتيه وفواكه. فبالتالي الفيتامينز هتاخد تغذيه منها. تمام. طيب استاذ جمال راجل اهو بيقول لو خدت الالياف واستمريت عليها ممكن اخس في الاول وبعد فتره جسمي ياخد منها مناعه ووزني ما ينزلش، يعني الاعتقاد اللي هو عند بعض الحاجات اللي ممكن شخص يعمل دايت يخس بسرعه في الاول وبعد كده وزنه يثبت، او ياخد بعض الادويه فجسمه يبتدي ياخد عليها فما تجيبش بعد. نتكلم على الموضوع دوت، ان الجسم نفسه بتاعنا عباره عن الميكانيزم بتاعه عباره عن كل حاجة هنبتدي ناخدها يا بيستفيد منها يا بيخرجها بره الجسم يا بيحولها لدهون. لما بنتبع نظام غذائي قاسي أو بناخد أدوية كيماوية الجسم بعد فترة ما بيستجبش ليها، وفترة قصيرة جدا. فاحنا النهاردة لو خلاص قررنا إن احنا ننزل في وزننا أول حاجة لازم نعملها نظام غذائي يكون متوازن، والحاجة التانية اللي لازم نكون متأكدين منها إن احنا لما بناخد حاجة لإنقاص الوزن تكون حاجة تفيد جسمنا ما تضرش جسمنا. طيب خلينا ناخد التليفون ونقول بقية الأسئلة. مدام رشا أهلا بيكي، اتفضلي. ازيك يا أستاذة ربيع؟ الحمد لله بخير، كل سنة وأنت طيبة وحضرتك بالصحة والسلامة. اتفضلي. بيقولوا لي أنت خدتي الألياف مش كده؟ خدتها بقالي شهر كده بالظبط. طب قولي لي خسيتي قد إيه؟ خسيت 7 كيلو. طب حلو، كان وزنك قد إيه بقى؟ كان 108 بقيت 101. قولي لي جابت معاكي نتيجه من اول يوم؟ حسيتي ان انت شبعانه وان كمياتك في الاكل قلت، ولا بعد فتره، ولا بعد اسبوع، ولا ايه؟ لا في الاول كنت حاسه ان في جوع شويه، بس بتيجي ان انت تحاولي تقولي عايزه اكل ولا حاجه ما بتلاقي نفسك بتبقى مسدوده. ما بتقدريش تاكلي نفس الكميات اللي كنت بتاكليها؟ لا 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 نهائي صراحه. طيب انا كنت عايز اعرف منك دايما كل واحد لما بيبتدي ياخد ويفكر ان هو ينزل في وزنه وياخد حاجه مثلا دواء ممكن يفكر ان هيحصل له صداع او حالته النفسيه تتاثر او اي اثار جانبيه مع الالياف الطبيعيه، حصل لك اي حاجه من الاثار الجانبيه دي؟ لا لا ولا حاجه خالص، وفعلا كان بيحصل كده لان انا قبل كده كنت واخده انواع براشين مختلفه. خدتي قبل كده ادويه؟ قبل كده خدت كذا نوع بس كان برشامات براشين. فعلا كانت بتنزل، بس كان بحس بدوخه وصداع، بحس ان انا مفيش تركيز خالص. ساعات بيجي حاله اكتئاب. ده بقت الكبير. صحيح. مش اي حاجه من دي نهائي. طب الحمد لله. طيب انت لما خسيتي ال 7 كيلو حد قال لك وشك حصل عليه تاثير؟ لا 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 ولا حاجه خالص. طب ال 7 كيلو بانوا على انت حسيتي ان انت مرتاحه اكتر، نفسك افضل؟ بكتير. انا كنت لما بنزل اعمل اي مجهود او اودي اولادي دروس وحاجه زي كده كنت بحس ان انا مش قادره امشي حتى. استمري بقى. بحس بنهجان. عايزه تخسي قد ايه؟ يعني نفسي يبقى 70 75 80 ان شاء الله توصل. ان شاء الله ان شاء الله. طيب ناخد استاذ ابراهيم. استاذ ابراهيم السلام عليكم. ايوه مع حضرتك. اهلا وسهلا، اتفضل يا فندم. اولا انا تابعت المنتج ده عن طريقك انت، وانا طبعا بثق في قناه النهار وفي مدام لميا. ربنا يخليك. كنت طبعا انا مواظب على طول مع الدكتور محمد، مع الشيخ محمد ابو بكر وكده. انا بس عايز اقول ان المنتج ده كويس في حاجتين. اتفضل. الحاجة الأولانية إن هو ملوش أعراض جانبية. الحاجة الثانية إني أنا ما بروحش للدكتور وحجز وكده. أنا أخدت المنتج ده من حوالي شهرين. أنا وابني. تمام. وأنا واخده عشان ابني أصلاً وزنه 100 كيلو.
وكده، وكان عايز ينزل. فهو نزل في حوالي شهرين 7 كيلو، وانا اخدت حوالي شهر واحد نزلت 3 كيلو. طب كويس، واخد بال حياتك. كويس. انا بس برضو عايز الـ 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 الشركه او الدكتور يكون في متابعه، دي بس اهم حاجه احنا عايزينها. حاضر حاضر ان شاء الله. انما هو كويس يعني، انا صراحه شايف ان هو حاجه كويسه ومفيده يعني. انت بتاخده مرتين في اليوم، في الغداء وفي العشاء؟ انا اخدته مرتين، بس انا بطلت صراحه عشان الميه، عشان انا كنت بشرب وراه ميه والميه بتتعبني اصلا. انا ما بشربش ميه كتير، انما ابني بياخده مرتين في الغداء وفي العشاء، ونزل 7 كيلو هو. بس حضرتك حضرتك بطلت تاخده خالص؟ انا بطلت بصراحه، لاني انا وزني مش بس كنت بتشجعه. انا كنت باخده لابني عشان كنت بشجعه. اه تمام. حاضر. وبعدين انا اصلا اخدنا، كان في اوفر ساعتها، اخدنا 3 كورسات وكده، وبعدين دلوقتي خلصناهم وجبنا واحد تاني. طيب بشكرك يا استاذ ابراهيم. تابعوا الناس بقى. حلو المشاركه. طبعا طبعا حلو المشاركه يعني. طبعًا. حد ان هو بيشاكر بيشارك ابنه، او مثلا زوجه طبعًا بتشارك زوجها. طبعًا. دي حاجه كويسه. طبعا بعض. طبعا طبعا. وانا خدت بالي انه تقريبا حسب كل جسم يعني، في حد خس 7 كيلو في الشهر، في حد لا خس في شهرين 7 كيلو، فتقريبا حسب قدره كل واحد وحاجه، او حسب استجابه جسمه للمنتج نفسه. طبعًا. او في انديفيدوال فاريشن ما بين شخص لشخص، كل واحد بينزل على حسب استعداد الجسم بتاعه. بس في الاول والاخر والنهايه برضو دايما نقول يا جماعه يا جماعه يا جماعه، الالياف الطبيعيه عنصر مساعد، لازم في الاساس نظام غذائنا يكون متوازن. ما ينفعش ان انا النهارده اخد الياف واقول خلاص انا كده عملت الدور اللي عليا، لا. انت عليك دور تاني اكبر، ان انت الاكل اللي انت بتاكله لازم يكون صحي ومتوازن. برضو لاحظت ان السيدات دايما عشان هي تبقى يعني متوصيه بجوزها قوي، فساعة الغداء تحط طبقين، جوزها يحط تحط له طبق كبير، وهي تحط لنفسها طبق صغير. طب ما هو كده يعني، لو الاكل شهي هياكله وهيتخن، وهتلاقي المشكله ثانيه اكبر. فحاولي دايما يكون الاكل دايما اللي اسرتك كلها يكون متوازن. طيب سؤال مهم جدا نساله استاذ مصطفى، بيقول انا باخد الالياف والحمد لله خسيت 5 كيلو في اسبوعين، سؤالي بقى بعد ما اخلص الكورس وزني هيرجع يزيد تاني ولا هيثبت على كده؟ بص، هو السؤال ده اتكرر كتير قوي، لان كل واحد فاكر ان هو خلاص طالما خس ان هو مش هيرجع يتخن تاني. فبرضه بقول لكل المشاهدين بتوعنا بالظبط، انت النهارده لو رجعت نظامك الغذائي القديم مره تانيه، جسمك هيتخن مره تانيه. فلازم ان انا النهارده طالما خسيت لازم ابتدي احط نظام لاكلي امشي عليه. تمام. شيماء بتقول انها خدت الالياف مبسوطه جدا منها لانها ظبطت لها السكر. سؤالها بعد ما تخس وتوصل للوزن اللي هي نفسها فيه، هل ينفع تستمر عليه عشان تبقى مظبطه لها نسبه السكر برضو ولا لا؟ ممكن تستمر عليه، هيبقى في وجبه الغداء بس، هتستمر عليه مره واحده في اليوم. تمام. استاذ سعيد بيقول عندي الكبد وعايز اخس وخايف ياخد اي حاجه عشان ما تاثرش على الكبد، وعلاج الالياف امنه ضد الكبد ولا لا؟ موضوع الكبد ده الحقيقه منتشر جدا، ناس كتير قوي بتاخد اي حاجه الحقيقه. ده حقيقي، لان اي حاجه كيماويه بتتاخد على طول اول تاثير ليها بيبقى في الكبد. فانا احب اطمنك، الالياف هي عباره عن منتج طبيعي 100%، ما فيهوش اي ذره كيماويات نهائيا. هو معمول بطريقه النانو فايبرز، واخدين مكثف من النباتات والفواكه جوه الكيس اللي هو انت بتاخده بتاع الالياف الطبيعيه. فتقدر تاخده وانت مطمن تماما. وفي دكاتره امراض كبد كتير جدا بتوصفه للمرضى بتوعهم اللي بيبقى عنده دهون على الكبد او عنده زياده في الوزن. دكتور خالد نورتني وبشكر حضرتك واشوفك على خير ان شاء الله. بشكر حضراتكم مشاهدينا، ولو عشت وكان لي عمر اشوف حضراتكم بكره على خير الساعه 3. اشوفكم بالف خير. سلام عليكم.